كرواسون بالشوكولاته، بس مش هعمله اللي هو العادي التقليدي، لا هعمل زي اللي بتباع بره في المحلات اللي بتباع في السوبر ماركت، كرواسون مقلي بالشوكولاته. المقادير بتاعتنا ايه؟ كوبايتين دقيق، انا هعمل كميه قليله طبعا عشان اي حد يعرف يعملها، واللي عايز يزود بيزيد. كوبايتين دقيق، علبه زبادي صغيره، 3 معالق زبده، معلقه خميره، معلقتين سكر، معلقه صغيره بيكنج صودا، ومعلقه صغيره مليانه قوي بيكنج باودر. هستعمل ميه طبعا اعجن بيها، ميه دافيه. الحشوه بتاعتي كوبايه حليب، معلقتين كاكاو خام، ومعلقتين نشا وسكر حسب الرغبه، عشان في ناس بتحبه مسكر قوي وفي ناس سكرها قليل. اول حاجه بقى هعمل ايه؟ حاجه اجهز الحشوه بتاعتي الاول عشان تبرد، لان احنا متفقين ان ما ينفعش احط حشوه سخنه على العجينه. ادي اللبن بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الكاكاو. الكاكاو مش هيدوب معايا قوي غير لما اسخنه على النار، بس مش مشكله، النشا يدوب، لان النشا ما ينفعش. اهو هحط سكر. بصوا اهم حاجه ان النشا هيدوب، الكاكاو هيدوب لما تسخن. خلاص ادي اهو انا كده دوبتهم، وهرفعها على النار علشان اعمل عجينه الشوكولاته اللي انا هحشي بيها الكرواسون بتاعي. اوكي هنشيلها نوديها على البوتاجاز اهي. هتلاقوها عملت عجينه، اول ما تغلي هطفي عليها وهسيبها تبرد، هتلاقيها بالمنظر ده اهي. بصوا اهو عجينه، يعني زي مهلبيه تقيله او زي عجينه من الشوكولاته اهي. بصوا اهي اهي، دي اللي هحشي بيها الكرواسون بتاعي. اوكي هاجي بقى اعمل العجينه بتاعتي. طبعا انا عندي ميه دافيه لو احتجت. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الدقيق، هحط له الزبده. بيكنج صودا وبيكنج باودر، خدوا بالكم ان هي فيها خميره وفيها بيكنج باودر وبيكنج صودا، وادي السكر. لو مش عايزاه منفوخ قوي شيل البيكنج باودر اهي، وهنجيب الزبادي. بسم الله، قبل ما احط اي ميه لازم اخلص المقادير السايله، يعني الزبادي، الزبده، لو في زيت، اي مقادير سايله في اي عجينه ما تضيفيش الميه غير لما، لان ساعات العجينه بتلم من غير ميه، يعني ما بتحتاجش ميه علشان تلم. وهنا اهو بصوا هتاخد ميه قليل قوي، لان هي الزبادي والزبده لموها. هحط شوية مية دافية بسيطة. اهي. واعجن المكونات، هتلاقي الدنيا لمت معايا. اهي. حطيت حوالي 3 معالق مية. بعجن العجينة كويس. وبعد كده بسيبها تخمر. طبعا العجينه لازم اقعد استمر بعد ما لمت اهي. اهي لمت معايا، لازم استمر اعجن فيها على الاقل 5 دقايق. اوكي وبعد كده بغطيها لغايه لما اوصل للشكل ده. اوكي واسيبها تخمر. أو شايفين ما شاء الله الهواء فيها اهي. بسم الله اهي،
ادي العجينه بتاعتي، هنطلعها وهنفردها. احط شويه دقيق بس علشان اعرف اشتغل، وهفرد العجينه بتاعتي لمستطيل كبير، يعني حاولي تخليها رفيعه قدر ما الامكان. اهو على شكل مستطيل، هطبق المستطيل مره واحده وارجع افرده تاني من غير زبده من غير اي حاجه خالص. اهو كده، وابتدي ادي الدقيق عشان ما يلزقش مني، بس برضو ما تكتريش دقيق، حطي رشه بسيطه عشان العجينه ما تتقلش معاكي. كده واروح فرداها زي ما قلنا على شكل مستطيل عشان اقطعها بعد كده مثلثات اعمل الكرواسون. خلينا نحط الزيت على النار. انا دلوقتي بفرد العجينه بعد ما طبقتها تلاتة، مش محتاج ان انا اطبقها كذا مره، هي بتبقى سهله قوي. وبعدين هنقطعها بالسكين. المستطيل اهو، وزي ما قلتلك لو مش عايزاها منفوشه قوي ما تحطيش البيكنج باودر. اهو هاجي اعملها مثلثات. اوكي اهو مثلثات كده اهو علشان ايوه وطبعا دي هتفرديها وتعمليها من تاني. هبتدي اجي بقى، انا مش هستعمل اهي، بصوا تقلت ازاي، اللي كانت سايله بصوا اهي تقلت، بصوا تقلت ازاي عشان اهي اهي، بصوا تقلت ازاي بقت عامله زي العجينه زي اللي جنبها دي، بس دي سخنه ودي بارده، هشيلها عشان اهي دي كانت سايله اهي. اهي بقت عجينه اهي اهي، بصوا اهي، لازم لازم اخليها تبرد علشان اهي شوفها ما بتنزلش، تبرد عشان ايه اقدر استعملها. وهاجي بقى احشي الكرواسون المثلث اهو، هفتح هنا فتحه صغيره عشان اعرف الف، وبعدين هاجي احط من الحشوه بتاعتي البارده مش من السخنه علشان العجينه ما تبص معايا، والفه كده اهي اهي، الفها والفها هنا كده اهي عشان تديني كرواسونات صغيره زي الولاد بيشتروها بره وبيحبوها. اعمل لك وشها كده
وهلفها. اهي الف دي كده، اوكي اهي. اهي اوكي. وبعدين بخليهم يرتاحوا 10 دقايق، ربع ساعة، ولو حسيتي ان العجينة ناشفة، يعني بصي الحتة دي ممكن تفتح مني علشان انا هعملها في الزيت بنقطة مية كده، اروح لزقاها عشان ما يفكش منك في الزيت، لان ده مش هيخش فرن ويتحط العجينة في الفرن، لا ده لازم تبقى لازقة كويس اهو علشان اضمن ان انا لما احطها في الزيت ما تفتحش معايا. اوكي، هجيبهم بفرض انهم ارتاحوا، بس طبعا لما يرتاحوا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هنحمرهم في الزيت.